متابعات القوى الأمنية والأحزاب اللي أعلنت تأييدها للمبادرة إعمار غزة، ومن ضمنها كان حزب الشعب الجمهوري اللي ثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة في مصر، ولن تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لها ولحماية الشعب الفلسطيني اللي بيتعرض ليها خلال الفترة الماضية. الحزب أكد أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق طبعا في هذه المحنة. للتعليق على هذا الأمر معنا المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري. باشمهندس حازم أهلا بيك، ويعني دوركم في مجلس النواب خلال الفترة القادمة كيف سيكون؟ يعني زي ما شفنا دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقمة ومخرجات القمة التي عقدت، القمة الفرنسية المصرية الأردنية، كان من ضمن مطالبات هذه القمة عودة التكاتف العربي مرة أخرى. هل هيكون لكم دور مثلا على مستوى التنسيق مع البرلمانات العربية، التنسيق مثلا مع البرلمان الأوروبي، واستغلال الموقف الفرنسي الداعم لهذه القضية في هذا التوقيت؟ بالتأكيد. خليني الأول أقول مساء الخير محمد وعليكم كل السادة المشاهدين. الحقيقة قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء النهاردة متسقا ومعبرا عن مشاعر الغالبية العظمى من الشعب المصري الذي يساند القضية الفلسطينية ويعطيها أولوية كبيرة ويضعها دائما في مقدمة اهتماماته. الحقيقة بالنسبة لسؤال حضرتك، بالنسبة للموضوع التنسيق ولا آخره، مصر لديها موقف ثابت لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية، وموقف القيادة المصرية هو أيضا هو موقف حزب الشعب الجمهوري، إن إحنا بندعم مصر دائما وستظل دائما راعية للسلام العادل والشامل في المنطقة وعلى أولويتها القضية الفلسطينية. ولكن ما هو موقف مصر في القضية الفلسطينية؟ موقف مصر يقوم على احترام الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، يحافظ عليها دون تفريط في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وتكون عاصمته الحقيقية. وقرار رئيس الجمهورية النهاردة هو خير عنوان لموقف مصر الثابت تاريخيا تجاه تلك الدولات. الحاجة الثانية، احنا طبعا هناك رسالتين، رساله الى سلطه الاحتلال بضروره وقف الاعتداء الغاشم ووقف العنف العسكري والقوه المفرطه على قطاع غزه وعلى الشعب الفلسطيني، وايضا طلبناهم قبل ذلك برغم اننا يربطنا بهم يعني اتفاقية سلام منذ عام 1979، ولكن ذلك لا يحيدنا أبدا ولا يمكن أن نتغافل عن ما يرتكبونه الآن من عنف اقتصادي ممنهج لعقود من الزمن على الشعب الفلسطيني. يعني مش بس عنف عسكري وإنما أيضا عنف اقتصادي ممنهج، إنك أنت تصادر أراضيهم وتطردهم من بيوتهم، إنك أنت تقيد حريتهم في التحرك ولقمة العيش والرزق. ده كلام ما يمشيش، لابد من وقف هذا العدوان فورا ولا سبيل الى السلام العادل والشامل الذي يقوم ويدوم الا بالمفاوضات وبناء على قرارات مجلس الامن ذات الصله اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي على حدود الرابع من يونيو 67. ايضا هناك رساله وجهناها الى الولايات المتحده الامريكيه كدوله صديقه لمصر ومهمه ومحوريه في عمليه السلام، ان مش معقول اللي احنا شفناه دون خلال اجتماعات مجلس الامن، ان يكون 15 دوله اعضاء مجلس الامن، 14 دوله بالاجماع وافق على بيان شديد التوازن وبيان معتدل جدا يطالب بوقف العنف ووقف العمليات العسكريه، في الولايات المتحده الامريكيه بقرار احادي وبرؤيه منفرده احاديه تماما تقول ان هذا القرار لا يخدم التهدئه، ثلاث مرات تعرقل اصدار القرار. هنا لابد ان احنا نوجه رساله الى الولايات الامريكيه بان تراجع موقفها حتى لا تهدئ مصداقيتها في عمليه السلام. عظيم، واعتقد ان الرساله كانت واضحه يا باشمهندس حازم، الرساله كانت واضحه من مصر للداخل الفلسطيني وللطرف الاخر ايضا من يدعمه. لكن عايز اسال حضرتك سؤال، دوركم ايه في حزب الشعب الجمهوري؟ يعني احنا شفنا حزب مستقبل الوطن نسق مع تنسيقيه شباب الاحزاب وهيقدموا قافله،
حزب ازاي يا فندم؟ ازاي يا فندم؟ يا فندم التنسيق كان بين حزب مستقبل الوطن وحزب الشعب الجمهوري وتنسيقيه شباب الاحزاب وحزب حماه الوطن، هم دول الاربعه الاطراف عظيم المشتركين وليس بقياده احد. طيب اربع احزاب واربع كيانات. هو بس سياده النائب مصطفى سالم هو اللي ما ذكرش بس النقطه دي والله، فكويس ان حضرتك وضحتها برضو. اه يا فندم اه لا لا دول اربع، هو عملوا مؤتمر صحفي النهارده بقياده يعني كان يمثل حزب الشعب الجمهوري صلاح ابو هميله الهيئه البرلمانيه في مجلس النواب. الحقيقه هو اناب عني في هذا الموضوع، و الامين العام لحزب الشعب الوطن الاستاذ اشرف رشاد، وكان تنسيقيه شباب الاحزاب ممثلين، وحزب حماه الوطن ممثل. هي عباره عن تنسيق الجهود بين اربعه كيانات سياسيه لقافله عظيم. يعني هو ده الدور يا فندم على قدنا برضو، ولكن هي تعبير، هي رمزيه، ولكن بكل تاكيد طبعا عن مساندتنا طبعا مهم جدا. هو ده دور طبعا الاحزاب السياسيه في هذا التوقيت. المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، شكرا جزيلا لك.